معي عبر الهاتف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق. دكتور، قطاع النقل والطرق شهد تطور كبير على مدار 8 سنوات، إلى أي مدى في رأيك ساهم ذلك في زيادة معدلات التنمية وأيضا تسهيل حركة النقل بالنسبة للمواطنين؟ مساء الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. النقل والبنية الأساسية هي الداعم لمشروعات التنمية المستدامة اللي الدولة أخذت على عاتقها النهوض بيه، مشروعات التنمية بكافة صورها عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا من 2014 إلى الآن. وكان لابد أن يكون في عندي بنية أساسية تواكب هذه التنمية، وخصوصا شبكات النقل والمواصلات. التقرير عرض مقتطفات من ما تم على مدار السنوات الماضية. الدولة نهجت حل المشاكل اللي كانت موجودة بحلول جذرية وليست مسكنات كما كان يقدم لها في العقود الماضية. اشتغلنا في كل وسائط وادوات النقل جنبا الى جنب بخطط يعني طموحه، كان اهمها قطاعات النقل والسكه الحديد والطرق والنقل البري. لما زودنا 7000 كيلو متر طولي من طرق حره بما عليها من كباري وانفاق، ساهمت في ربط مفاصل الدوله بعضها ببعض، وسمينا بان يكون في عندي دعم للمناطق اللي كانت يعني عايز اقول ما فيش فيها فرص للتنميه الحقيقيه، خصوصا محافظات صعيد مصر علشان ما تبقاش طارده للسكان ويكون في فرص حقيقيه للتنميه في هذه المحافظات. علاوه على ان احنا حلينا مشاكل مزمنه في المحافظات من خلال شرايين الطرق اللي تم فتحها علشان نحل بيها مشاكل مروريه مزمنه موجوده في كثير من المحافظات على مستوى الجمهوريه. اشتغلت الدولة جنبا إلى جنب بمشروع قومي لإصلاح السكة الحديد، السكة الحديد اللي كانت على شفا الانهيار قبل 2014 وكانت مديونة ب 55 مليار، فقدرنا إن احنا نجدد هذه الشبكة ونعمل قطارات كهربائية تماشيا مع طاقة الجر الأخضر والحفاظ على البيئة والمناخ. عملنا مشروعات المونوريل شرق وغرب النيل. صحيح، يعني شبكة القطارات السريعة كما ذكرت، يعني مشروع المونوريل أيضا استكمال تنفيذ خطوط مترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيس الترددي، هي مشاريع ضخمة وعملاقة، مردودها على المواطن ومردودها على أيضا جذب الاستثمارات على الصعيد الاقتصادي. مردودها على الاقتصاد ان انا بيبقى عندي فرص للاستثمارات سواء في مجال الزراعه او في مجال المدن الجديده او في مجال المناطق الصناعيه او استغلال الثروات الطبيعيه من مناجم ومحاجر. مش هقدر اعمل ده من غير ما يكون في عندي بنيه اساسيه وشبكه مواصلات. شبكه المواصلات مش بس الطرق زي ما يعني اشرنا، هي كل ادوات النقل من نقل سككي او من نقل بري او من زي ما اشار التقرير برضه مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، ولا ننسى لان ال LRT او القطار الكهربائي الخفيف في مراحل التشغيل التجريبي، وان شاء الله تعالى يعني يمكن بعد العيد او خلال ايام يرى النور ويستطيع المواطن انه يجني ثمار ما تم من مجهود في هذا الاتجاه. طبعا بالاضافه الى قطاعات السكه الحديد، المواني كمان ما ننساش ما تم من تطوير في المواني ويعني زياده الطاقه الاستيعابيه للمواني البحريه وربطها بالمواني الجافه وانشاء مناطق لوجستيه، وكل هذه الامور بتزيد من الطاقه الاستيعابيه للمواني البحريه المصريه، وبيكون لي مردود على ان انا بيجي لي خطوط ملاحيه كانت في فتره من الفترات سابت مصر وراحت لدول الجوار الاقليمي لان ما كانش في منافسه قويه. فلما نرجع دلوقتي يبقى عندي بنيه اساسيه في مجال النقل البحري قويه، دي هيكون ليها مردود ايجابي. تحيه اعزاز وتقدير لكل من ساهم في هذه المشروعات العملاقه، سواء وزاره النقل او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه او وزاره الاسكان، كل دول اشتغلوا في منظومه متكامله. وتحيه اعزاز وتقدير لقائد المسيره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته ودعمه لهذه المشروعات العملاقه. اشكرك دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق.